نشر الثلاثي العام الدراسي. اتمنى ان شاء الله يكون عام موفق وسعيد عليكم جميعا، وان يحقق املنا في تطوير وتحسين. تطوير وتحسين لا يمكن ان يتم الا بهذا الدعم من حضراتكم والدعم المتميز في اداره الجامعه. وزي ما قلنا في كل المناسبات ان لا يمكن لرئيس الجامعه أن يقوم على التطوير والتحسين وأن يتم ذلك إلا بدعم كامل من منسوب الجامعة وأعضاء الرئيس. لكن أتوجه بالشكر والتقدير لكل الحضور. وكل تقدير للسادة نائب رئيس الجامعة، السادة العمداء، السادة الوكلاء ورؤساء الأقسام، منسقي البرامج، مديري وحدات الجودة في الكليات. طبعا الدكتور أيمن مدير مركز ضمان الجودة اللي أنا بشكره بشكل شخصي على هذا الإحجاء لمركز ضمان الجودة. طبعا مع كل الشكر لمن تولى إدارة المركز من قبل، إنما يعني بنعمل مطلوب إن احنا نعمل خطوات قوية وسريعة في مسألة التطوير والتحسين وحصول كمية الكليات على الأدوية. أنا لما اجتمعنا مع الدكتور أيمن من أكثر من 6 شهور 7 شهور علشان نضع خطة اعتماد بعض الكليات، كان الأوبستكل أو كان العرق هو عدم أو النقص الشديد في أعضاء التدريس اللي ممكن اعتمد عليهم كمراجعين او مقدمي دعم فني للكليه. عندنا عدد، انما المشكله كانت ان هذا العدد لا يتناسب مع خطتنا الطموحه في دعم كل الكليات. ممكن نكتفي ان احنا نعتمد على هذا العدد اللي كان حوالي 20 واحد ونرجع كليه بكليه، وده كان هياخد وقت طويل ومخرجات ما كانتش هتبقى بالسرعه اللي احنا محتاجينها. عشان كده اتفقنا ان احنا نبدا الاول باعداد كوادر لتقديم الدعم الفني، والحمد لله يعني وصلنا دلوقتي لاكثر من 68 70 واحد في الكليات تم تدريبهم وتاهيلهم المراجعه الداخليه والخارجيه علشان يستطيعوا ان يقدموا دعم فني فعلا في الكليات. واعتقد اللي عمله الدكتور ايمن النهارده لما احنا شكلنا برضه الفرق اللي زارت الكليات الموجوده مع حضراتكم على اساس الكليات تبدا في زياره هذه المجموعات، تبدا في زياره الكليات وتبدا في وضع خطه لحصول برامج التعليميه في الكليات على الاكمال. وده ان شاء الله يعني انا اتمنى ان احنا كنا واخدين وحاطين عام لتنفيذ هذا البرنامج، فاتمنى ان هذا يخلص قبل كده. اعتقد مع وجود هذا الفريق ومع تعاون الساده رؤساء الاقسام ومنسقي البرامج اللي تم تعيينهم، مع الاشراف الكامل والمستمر من اداره الكليه على هذه الفرق، ممكن نعمل كده بشكل اسرع ووقت اصغر. كلنا امل ودي جامعتنا، طبعا كلنا عارفين دي جامعتنا، ودلوقتي المنافسه اصبحت شديده جدا بين الجامعات، والمجال القبول والالتحاق بالجامعات اصبح مفتوح. الجامعات بتتسابق في وضع اي ميزات للبرامج وللكليات علشان تستطيع الحصول على عدد اكبر من الطلاب، وكذلك التحاق الطلاب الوافدين بهذه البرامج. اصبح السباق مفتوحا بين الجامعات. واذا ما كناش هنتحرك فعلا من دلوقتي عندنا استراتيجيه واضحه للحصول على ده وتطويره، احنا خلال وقت زمن قصير نبقى قادرين فعلا على المنافسه مع الجامعات الثانيه، ده هيأثر بشكل سلبي على الجامعه. كلنا عارفين دلوقتي القبول في البرامج الجديده يتم دون شروط او قيود. الجامعات معظمها دلوقتي تتسابق في انشاء برامج جديده بسبب البرامج المتميزه علشان تستطيع انها تستقطب اكبر عدد ممكن من الطلاب. وبالتالي لو احنا فرضنا مكاننا كده بما نحن عليه،
فلن تقوم لنا قائمة. إذا كنا نرغب في التطوير والتحديث والتحسين وضع الجامعة، أما إذا كنا نرغب في ده وجادين فيه إذا لازم نشتغل ولازم نعمل كل طاقتنا علشان فعلا نقدر نلتقي الجامعة. أعتقد إن الوضع دلوقتي أفضل، عندنا عدد من الأساتذة وأعضاء التدريس اللي يقدروا فعلا يقدموا البعض الفني المتميز للكليات، عندنا أمل كبير جدا فيهم في الفترة القادمة إنهم يدعموا البرامج في الكليات، عشان خلال 6 شهور يبقى عندنا ملفات كاملة وجاهزة للتقدم للاعتماد، وإذا كان تحتاج مراجعة أو تطوير أو تحديث نقدر نعمله معاهم، بحيث إن إحنا إن شاء الله خلال 6 شهور من الآن نقدر نتقدم لبعض البرامج الاعتماد. وده هيبقى فرصة كويسة جدا إن إحنا بعد اعتماد هذا العدد من البرامج في الحزم داخل الكليات نقدر نحصل على اعتماد المؤسسة للكلية. وأعتقد إن 11 معيار بتوع البرامج معايير أبسط من اعتماد المؤسسة كثيرة، وهيبقى فيها تشابه كبير جدا بين البرامج ومع بعضيها. إحنا لو عملنا مجموعة ملفات لبعض البرامج داخل الكلية لكن ده ممكن ينسحب على معظم البرامج داخل الكلية. هيبقى الموضوع أسهل وأبسط من الاعتماد المؤسسي، لأن هنا بتعتمد على تكون بص على 11 معيار فقط، ممكن يكون القدرة المؤسسية أقل. أتمنى إن احنا نتعاون في المرحلة القادمة، كل الدعم من إدارة الجامعة للفرق اللي بتعمل كمنسقين البرامج، ولو اي حاجه هنطلبها كمنسقين برامج عشان نجهز ملفات الاعتماد هنقدر ان شاء الله نوفرها لكم من الجامعه. لن نبخل على الاطلاق بدعم هذا الملف، لانه ملف مهم جدا مطلوب ان شاء الله لخلال الفتره القادمه، خلال سنه من النهارده ان شاء الله يبقى عندنا يعني على الاقل 50% 60% من البرامج ان شاء الله تكون معتمده في الجامعه. الكليات المعتمده الوضع فيها بأكثر سهولة، إن عندي برامج داخل هذه الكليات وعندي ملفات جاهزة، سواء كان من حيث توصيل المقررات وتقرير المقررات والورقة الامتحانية وخلافه هتلاقيه موجود، وبالتالي ده ممكن ينسحب بسهولة على كليات المعتمدة. عاوزين نبدأ من الآن، هي فكرة الملتقى للأفكار المتميزة اللي هنحرص إن شاء الله على عقدها سنوياً، حيث نقف على وضع الكلية أو الكليات والجامعة بشكل عام في مسألة الاعتماد والاستعداد لاعتماد هذه البرامج. أنا بتوجه لحضراتكم بكل الشكر، وأنا حابين ناخد وان شوت كده علشان برضه ما نأخرش، أنا عارف إن إحنا ورانا حاجات كتيرة، إنما بشكركم جدا وبشكر الزملاء اللي قائمين على الكليات المعتمدة وأقدر هذا المجهود اللي بيتم، بشكر كل الزملاء اللي ساهموا فعلا بقلب محب لكلياتهم ولجامعتنا في دعم الكليات ودعم البرامج. بشكر 68 واحد اللي هم اخذوا على عاتقهم تقديم الدعم الفني للكليات، وان شاء الله سوف يكون لهم يعني دعم من الجامعه علشان ده مهم شاقه، وانا عارف انه هيبقى مهمه متعبه ليهم، انما في نفس الوقت على ثقه تامه من حضراتكم هتقدموا كل ما يمكن علشان فعلا نرتقي بجامعتنا، علشان فعلا يبقى عندنا عدد من البرامج المعتمده قريبا ان شاء الله. بشكركم جميعا وبشكركم على حسن الاستماع، وبشكر زاد المتحدثين جميعا على دورهم، واتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشر ثقافه الدوله بين منسوب الكليه، الإيمان العقيم، الإيمان العميق بمعنى ومفهوم الجودة، المعايير الأكاديمية، المخرجات التعليمية المستهدفة، القدرة المؤسسية، الفاعلية التعليمية، ضبط وتقويم الورقة الامتحانية. ما معنى ذلك؟ الكلية لابد أن يكون هناك استراتيجية محددة كفلسفة السكاب الأولانية، اللي هي تحديد الوضع الراهن لأي كلية من الكليات، ثم الوضع المأمول وتأهيلها حتى تحصل على الاعتماد. فرق بين الكلية المعتمدة والكلية الغير معتمدة، هناك أنا من وجهة نظري لو قسمناها
زي ما هي موجودة إلى الخبرة المؤسسية سابقا ثم الفاعلية التعليمية. المخرج النهائي هو الطالب أو متلقي الخدمة أو المستفيد من الخدمة هو الطالب، فمردود الجودة إن لم ينعكس على الطالب فإذا العملية الاعتماد أصبحت حبرا على ورق. مردود الجودة على الفاعلية التعليمية منتهاها هو الورقة الامتحانية. بدايتها هو توصيف الورقة، توصيف المقرر. توصيف المقرر هو العقد بين الطالب وبين الأستاذ. التوصيف مكتوب في المخرجات التعليمية المستهدفة التي يجب أن يحصل عليها الطالب بعد تخطيه المقرر ومن قبل البرنامج ككل، أن مجموعة المقررات تؤدي إلى البرامج التعليمية المختلفة التي تمنح للطالب من خلال الكلية. من المفترض أن توصيف المقرر وتوصيف البرنامج محدد فيه وسائل التعليم والتعلم، طرق التقويم، الامتحانات، المخرجات التعليمية المستهدفة. لو جينا وضعنا ده ثم أخذنا محور آخر وهو تقرير المقرر الذي يكتب من قبل الطالب، ثم بعد ذلك تحليل الورقة الامتحانية والتي تتم بعد كل فصل من الفصول، لو دول بالثلاثة دول جنبا إلى جنب هتنضبط المخرجات التعليمية أو الفاعلية التعليمية. بمعنى ستيج 2 ستيج 1 ده وضعه الهيئة في 2006 لحظة إنشاء الهيئة بالقانون، بالقرار الجمهوري اللي أنشأت بيه 2006، وفي 2009 حطت النارس الأولانية فيرست إيشو أوف نارس اللي سميتها أوتكم بيست نارس، الاهتمام بالمخرجات. لكن الحقيقة في 2016 طورت هذه المعايير الأكاديمية القياسية المرجعية إلى واتس كول، وده ستيج 3 واتس كول كومبتنسي بيست نارس. وكومبتنسي بيست نارس عشان أفرق بينها وبين أوتكم، طبعا الاهتمام بين المدخل والمخرج دي واضحة جدا، يعني إن أنا كنت بهتم بالمدخل الجيد من الثانوية العامة أيا كان، لكن المخرج أنا بحقق بدخل المدخل ده في عملية التعليم يطلع لي مخرج مختلف تماما عن الكينونة كما وكيفا اللي دخلت في العملية التعليمية فيصبح مخرج. أما الاهتمام بالجدارات اللي هي الكومبتنسي بيز، فأصبح الأمر لا، أنا بقى لما اهتم بالمخرج بسيبه يطحن في العملية التعليمية أيا كانت آلياتها وإجراءاتها، فيها قصور ما فيهاش قصور، المهم يوم الامتحان بامتحنه وأقيس حقق قد إيه. أما لما طورنا الموضوع في 2016 في المؤتمر القومي السنوي للهيئة إلى كومبتنسي بيز وأصدرنا الإشهر الثانية من النارس، وصدرت بالفعل على مستوى التعليم الطبي والتعليم الصيدلي والتعليم الهندسي وفي طريقه في بقيه الانظمه التعليميه كومبتنسي بيز نص الاهتمام بالجدارات. اقيس المخرج ولكن يجب ان اضع في حسباني واعتباري الاليه والاجراء التي تتم اثناء العمليه التعليميه التي توصلني الى هذا المخرج. وعشان كده اصبح الاهتمام ليس فقط بتطوير انظمه التقويم التي تقيس المخرجات، ولكن ايضا تطوير عمليه التعلم التي تصل بها في اثناء عمليه التعلم لنقل المدخل الى المخرج. فاهتمينا بالاثنين مع بعض، وعشان كده خرجنا الايشو الثانيه او الاصدار الثاني من النارس، واللي على اساسها اعيد توصيف البرامج كلها في القطاعات التي اخرجت هذا الايشو، الطب والصيدله والهندسه. ونقلنا التعليم الطبي من 6+1 الى موضوع 6.5+2 بناء على الاصدار الثاني ده من النارس اللي هو ستيج 3 في عمليه التعلم والتدريس داخل الهيئه. فكان لازم بس اؤكد على ذلك، لان احنا خلاص دلوقتي بقينا كومبتنسي بيز نارس وليس اوتكم بيز نارس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الاستاذ الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعه، اصحاب السعاده نواب رئيس الجامعة، السادة عمداء الكليات، السادة وكلاء الكليات، السادة رؤساء الأقسام، السادة مديري وحدات ضمان الجودة، السادة منسق البرامج، السادة رؤساء وأعضاء لجان المتابعة والدعم الفني، السادة الحضور، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في الملتقى الأول للقيادات وضمان الجودة الذي يأتي تعزيزا واعترافا وتوثيقا لجهود قيادات الجامعة في مجال الجودة
وترسيخا لدورهم الفعال في هذا المجال وما يقومون به من أجل مستقبل باهر للجامعة. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل الخالص لمعالي الأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة على دعمه المتواصل والمستمر لمنظومة ضمان الجودة بالجامعة ودعمه لمركز الجودة ومتابعته المستمرة والمتأنية لكافة أنشطة المركز أملاً في أن نصل بالجامعة إلى مستويات عالية من الجودة واعتماد الكليات. اسمحوا لي أيضاً أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلس إدارة المركز على ما بذلوه من جهد في الفترة السابقة، فلهم منا كل الشكر والتقدير. الشكر أيضاً للسادة عمداء الكليات على تعاونهم ودعمهم خلال الفترة السابقة، وما زلنا نعول عليهم الكثير خلال الفترة المقبلة. الشكر أيضاً للسادة مديري الوحدات الذين يعملون دون كلل أو ملل، لهم منا كل الشكر والتقدير. وهناك جانب أيضاً لا يمكن إغفاله، جانب مهم جداً في العملية التعليمية وجودة الأداء، وهو جانب تطوير الإدارات وجودة العمل الإداري. ومن هذا المنطلق أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ أشرف القاضي أمين عام الجامعة وفريق الأيزو الذين يعملون معه، ونتمنى منهم أن يطبقوا بعضاً مما اكتسبوه من خبرة في الكليات، وإن شاء الله سيكون هناك فعاليات أخرى بالتوازي مع هذه الفعالية خاصة بالإدارات وتطوير الإدارات بكليات الجامعة. موضوع الاعتماد في الواقع موضوع مهم جدا ويشغل حيزا كبيرا من اهتمامات معالي رئيس الجامعة، وقد طلب منا منذ فترة أن احنا نروح الكليات ونشوف الكليات فيها ايه والوضع فيها والدنيا ماشية ازاي وكيف سننهض بالكليات ونصل بها إلى مرحلة الاعتماد، وكان دائما السؤال على هذا الموضوع. ولكن الحقيقة عندما درسنا هذا الأمر في المركز من خلال جلسات المركز المتعددة ودرسنا الموضوع، وجدنا أن هناك يعني كان في عقبات كثيرة الحقيقة، يعني كان من أهم هذه العقبات هو قلة عدد الكوادر المدربة المؤهلة التي تستطيع أن تذهب إلى الكليات وتعمل دعم فني وتقوم بدورها. فكان النتيجة اللي احنا توصلنا لها ان احنا نبدأ اولا باعداد كوادر، ثم لاحقا نبدأ في عملية المتابعة والدعم الفني. بدأنا اولا باعمال المراجعة الخارجية، وطبعا الموضوع ده كان بياخد عناء شديد في تجميع المتدربين والتواصل مع الهيئة والاعداد. والمهم ان احنا يعني انتهينا الحمد لله من اول مجموعة مراجعة خارجية عشان نعمل مراجعين خارجين للجامعة، وأسفرت أعمال المراجعة على تدريب وإعداد عدد 24 مراجع خارجي. وكان الشيء المفرح والشيء الذي يدعو إلى الاستبشار هو حرص بعض من القيادات على حضور التدريب. كان معانا عميد وكان معانا وكلاء وكان معانا رؤساء أقسام، طبعا أنا مش أذكر أسماء، ولكن هذه القيادات الواعدة ستكرم اليوم. درسنا بالموضوع بعد كده لقينا ان العدد لسه قليل، يعني 24 على 15 كلية اصبحوا 16 الان، عدد يعني ما زال قليل. فكانت المبادرة من معالي رئيس الجامعة ان احنا نبدأ في عمل تدريب مجاني لان احنا نعيد مراجعين داخليين وتتحمل الجامعة تكاليف التدريب. فقمنا بعقد 12 دورة تدريبية، وكان حصيلة هذا التدريب هو 44 مراجع داخلي من الجامعة بنفس المحتوى بتاع الهيئة بالضبط زي المحتوى المراجعين الخارجيين، ولكن بمدربين المركز. إذن أصبح لدينا الآن 24 خارجي زائد 44 مراجع داخلي هم دول اللي عملنا بيهم لجان المتابعة والدعم الفني اللي احنا هننزل بيهم الكليات وندعم بيهم الكليات إن شاء الله. عمل المراجعة في جامعات أخرى، وده في الواقع يشكل مكسب كبير للجامعة، مكسب كبير جدا. يعني ضمينا هذا العدد اللي احنا حصلنا عليه إلى المجموعات الأخرى وشكلنا بهم الفرق.
وهذا الحقيقة يعد مكسب كبير، وهذه القيادات إن شاء الله ستكرم من اليوم. طيب إحنا ليه نتكلم عن القيادات وعن المراجعة الخارجية واخدينها كمعيار في هذا المنطقة؟ لأن هذه الدورات يعني لها طابع خاص من عدد الدورات ومن الالتزام ومن ساعات التدريب. فلما القيادات تحرص على حضور هذا النوع من التدريب له مدلولات ومعاني كثيرة، أهمها أن هذه القيادات أصبحت قيادات واعية، قيادات واعدة عرفت أن مكانها الصحيح هو في مقدمة الصفوف. وهي أنشأت أو تأسست 5/12/1974، والدراسة بدأت 1975-1976. كلية فيها 6 أقسام علمية، تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في فلسفة العلوم، دكتوراه العلوم في كل التخصصات الخاصة بالكلية. للحصول على الاعتماد كلية، عدد الكليات المعتمدة على مستوى الجمهورية 174 لغاية سبتمبر 2019. كلية العلوم كانت من أوائل الكليات اللي حصلت على الاعتماد. حصلت الكلية على الاعتماد بقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تاريخ 12/7/2012. هي أول كلية على مستوى جامعة سوهاج، وهي ثالث كلية علوم على مستوى الجمهورية. ده كان بقيادة الأستاذ الدكتور فايز محمود الحصري عميد الكلية، مدير وحدة الجودة الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الله الحداد الله يرحمه ويحسن إليه، ورئيس الجامعة كان الأستاذ الدكتور محمد السيد إبراهيم. حصلت الكلية على تجديد الاعتماد بقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 6/1/2019. ولحسن الطالع أنها هي ثالث كلية على مستوى الجمهورية، ثالث كلية علوم على مستوى الجمهورية تحصل على تجديد الاعتماد، وطبعا أول كلية تحصل على تجديد الاعتماد في جامعة سوهاج. يبصر البعض بأمور بعض الكليات وما بداخل الكليات وكيف حصلت الكلية على الاعتماد، فهذا أمر طيب. تحيتي للسادة نواب رئيس الجامعة وإلى السادة الزملاء العمداء والسادة الوكلاء والسادة رؤساء الأقسام والسادة مديري وحدة ضمان الجودة بالكليات والسادة أعضاء التدريس وكل من ينتسب إلى الجودة وكل من هو حاضر باسمي وصفته. من منطلق قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، دعوني أشكر معالي الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، معالي الأستاذ الدكتور صفا محمود السيد رئيس الجامعة السابق، معالي الأستاذ الدكتور أحمد عزيز على دعمهم غير المحدود لكلية الآداب. والشكر موصول أيضا للزميل العزيز الأستاذ دكتور كريم مصلح صالح عميد الكلية السابق الذي تم الاعتماد في عهده، وكنا معا في إدارة الكلية، ولا ينكر ذلك الفضل له وللزميل العزيز دكتور أحمد الأنصاري وكيل شؤون الطلاب السابق بكلية الآثار، وهي تمخضت من رحم كلية الآداب. وعندما أقول الزملاء في كلية الآثار أو في كلية الألسن فهم أبناء كلية الآداب، ولهم الحق أن يفخروا بأنهم يوما ما كانوا في كلية الآداب. الشكر موصول أيضا للزميل العزيز الأستاذ الدكتور علاء الدين عبد العال، والشكر أيضا للأستاذ الدكتور عبد العال عبدين، والشكر للدكتور أحمد الخطيب. كل أولئك كان لهم الفضل في وصول كلية الآداب إلى الاعتماد، إن شاء الله كلية التربية إن شاء الله. فعلى حسن شرق سوهاج حصلت على الاعتماد في سبتمبر 2014، وها هي مقبلة إن شاء الله بإذن الله تعالى على إعادة الاعتماد بإذن الله الشهر القادم. وكلية طب سوهاج من خلال هذا الاعتماد أي الانضباط، يتوفر الانضباط في انضباط بالنسبة لأعضاء التدريس، كل يؤدي دوره، كل يؤدي واجبه مع الطلبة مع المرضى في المجتمع الخارجي من قوافل طبية ومشاركة ميدانية، توقيع بروتوكولات تعاون وبروتوكولات علاج، جذب طلبة على مستوى العالم كله. احنا عندنا في مستشفى سوهاج الجامعي حاليا
في جمعية تبادل طلاب، والجمعية دي بيجي كل شهر تقريبا لا يقل عن 10 من مختلف أنحاء العالم بيتدربوا هنا. أنا كان لسه معايا طالب من رومانيا وكان بيقول أنا لو أشوف الحالات وأشوف الشغل اللي عندكم ده هو عندي في رومانيا بالطريقة دي أنا هقعد في المستشفى على طول ما أروحش. فكلية طب سوهاج تعمل ليلا نهارا في صورة المستشفى الجامعي، لا ينطفي لها نارا لا ينطفي لها إنارة، فهي شغالة دايما على طول بتقدم خدمة متميزة على مستوى سوهاج ومستوى الصعيد. ولا أطيل على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. 65 بتاريخ 28/10/96 وكانت الدراسة بالكلية تنتهي بالحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية لبرنامج واحد وهو برنامج الانتاج الزراعي العام، وذلك بنظام الفصول الدراسية حيث يقوم الطالب بدرس عدد من القرارات الإجبارية موزعة على 4 أعوام دراسية لكل عام دراسي فيها فصلين دراسيين، وكل فصل يتكون 15 أسبوعا، ويقوم الامتحان في المقررات الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي. ولمواجهة التحديات العالمية والتكنولوجيا التي تتسم بها روح العصر واستجابة للمتغيرات العالمية الحديثة في مجال التعليم والأخذ بنظام توكيد الجودة والاعتماد، الأمر الذي نادت به القيادة السياسية بتطوير التعليم الجامعي، وكانت الكلية هي السادسة على مستوى الجامعة في الحصول على مشروع الكوابان عام 2005 الذي كان يهدف إلى إنشاء نظام داخلي لضمان الجودة بالكلية، وكان من أهم مخرجاته أو مردوده إنشاء وحدة لضمان الجودة بالكلية بتاريخ 23/11/2006 نشر ثقافة الجودة داخل الكلية، تنمية قدرات أعضاء التدريس والجهاز الإداري من خلال سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال جودة التعليم، إعداد رؤية ورسالة الكلية، إعداد الدراسة الذاتية للكلية، إعداد خطة استراتيجية للكلية، توصيف البرامج والمقررات الدراسية، توصيف كافة المستندات ذات الصلة. وبعد انتهاء هذا المشروع حصلت الكلية على مشروع السكان عام 2009 الذي يهدف إلى التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد، وكان مردوده على الكلية تدعيم الكلية بالبنية التحتية من الأجهزة العلمية والأدوات المعملية، تدعيم الكلية بالتجهيزات الرياضية الخاصة بممارسة الأنشطة الطلابية، تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، مراجعة توصيف البرامج والمقررات الدراسية، تحديث الدراسة الذاتية للكلية، وذلك مما أهلها للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. في الأول بس حتة بس كان معالي الوزير دايما بيتساءل عنها في حتة الفرق ما بين الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدة. هو الفرق البسيط دلوقتي اللي احنا بندور عليه سوق العمل. سوق العمل عايز خريج ومواصفات معينة. المفروض احنا الجودة والاعتماد حاليا تركيزها الأول على سوق العمل. هو عايز مننا ايه؟ ويمكن كان ليا تجربة من عالجنا قطاع الدراسات الصيدلية خلال الكام شهر اللي فات إن احنا تم تغيير لوائح كليات الصيدلة من بكالوريوس الصيدلة إلى الفارمدي، وكان المفهوم الأساسي واللي اتكلم فيه حتى معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار لو سمحتوا يا جماعة إحنا عايزين نشوف سوق العمل عايز إيه، وبالتالي المفروض إن إحنا اللوائح بتاعتنا تلبي احتياجات سوق العمل. وتم العمل ويتهيألي الحمد لله طلعت لوائح لكل كليات الصيدلة تكاد تكون موحدة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% أو 95% في حتة المخرجات بتاعة الطالب، ودخلت فيها مخرجات جديدة وتشالت منها مقررات كانت تعتبر غير مطلوبة حاليا في سوق العمل. التجربة دي بتوديني لحتة تاني اللي هي تساؤل الطالب دايما. ندخل المحاضرة ودي حصلت معايا لسه الأسبوع اللي فات، فالطالب بيسأل بيقول لي يا دكتور هي الشهادة بتاعة صيدلة سوهاج أحسن ولا صيدلة عين شمس؟ أنا أعرف إن عين شمس أحسن. تمام؟ في اللحظة دي أنا لا أستطيع إن أنا أقول إن عين شمس معتمدة وإن سوهاج مش معتمدة، أو برنامج في سوهاج معتمد أو غير معتمد. فهل ده حاليا دلوقتي أصبح من الأهمية بمكان إن أنا لازم أبص خلال الكام سنة اللي جاية إن الطالب ممكن يسيبني ويمشي، خصوصا في البرامج الجديدة ونركز على البرامج الجديدة، إن هو يسيبني ويمشي ويروح إلى كلية أخرى ويدفع ممكن أكتر على فكرة؟ يعني مثلا صيدلة القاهرة برنامج الصيدلة الامريكية هناك فيها دخل في 40,000 جنيه،
وعليها ويتنج ليست، بس هو الطالب بيدفع ليه 40,000 جنيه عشان تطلع الشهاده من صيدله القاهره ان هو معتمد، وبنلاقي صيدله القاهره بتفخر بالاعتماد، ونلاقي كليه الصيدله جامعه القاهره وتحتها بالبنط العريض كليه معتمده من الهيئه القوميه لضمان الجوده والاعتماد. اذا